شوف الاخ بدر الدين، احنا لما نشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والمحتوى اللي ينحط فيها ونقارنه بالسنوات الفائته، نشوفوا باللي حاليا او بدا يكثر المحتوى الهادف، صناع محتوى هادف راهم بداو يخرجوا ويبان، بداو يبانوا. احنا لو كان نشوفوا المنظور عالمي ولا منظور دولي على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس دارت دي بروجي ودارت شركات واسد غير من مواقع التواصل الاجتماعي. الماركتينغ كاع راهو يمشي مواقع التواصل الاجتماعي. اسمح، احنا ما نخلوش هذه الحاجه اللي تقدر تفيد الجزائر وتفيد البلاد نشوفوها من وجهه نظر سلبيه برك. اكيد.